السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا مع حلقة جديدة من سندان تست درايف، واليوم معانا البولارس سلينك شوت السلام. طبعا هذه سيارة بولارس سلينك شوت تجيب محرك 4 سلندر 2.4 تولد قوة 173 حصان، تسارع من 0 إلى 100 كيلو في 6.2 ثواني. في هذه السيارة بجير عالي من 5 غيارات. من داخلية السيارة تقريبا كل شيء ووتر بروف. ليش؟ لأنه سيارة مكشوفة وأكيد يضربها الأمطار أو الماء أو حتى الغبار. طبعا هذه البولارس من معرض سندان موتورز، إذا حاب تعرف تفاصيل أكثر تعال زور. مع أن السيارة مكشوفة فهي أكيد ممتعة في القيادة، أصلا يجي تصنيفها من الموتورز. كذلك مساحة تخزين متواجدة في السيارة توسع للخوذة، طبعا خوذة ضرورية عشان تسوق هذه السيارة. وبكذا تكون خلصت حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم على المتابعة، ترقبونا مع حلقات أخرى بإذن الله، إلى اللقاء.